الرسول صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة. وش هي؟ أحاسنكم أخلاقا، أحاسنكم أخلاقا. بالخلق، بالخلق انتشر هذا الإسلام. الابتسامة، الاحترام، التواضع، الإخلاص، التفاني، توقير الكبير زين أو توقير الصغير واحترام الكبير. أن نكون هكذا دائما، نتذكر اليتامى والأرامل، نخدم الآخرين، نكون خدومين إلى غير ذلك. هذه الصفات موجودة. والشعب العماني معروف بين الشعوب على مستوى العالم بأن الشعب العماني خلوق، صفة موجودة. قبل يومين وثلاثة أيام، يعني كنت لمدة 10 أيام في ليبيا، ويذكر أهل عمان بالخير، أمنيتهم إن يجوا عمان. لماذا؟ لأنهم سمعوا. بعضهم قال: أنا كنت أدرس في أمريكا، أنا كنت أدرس في بريطانيا، أنا كنت أدرس في أستراليا، وكان في موجود فئة من الشباب العماني موجود معنا في الدراسة، يقول قمة في الأخلاق. واحد ذكر لي بلسانه، يقول: كنا في أمريكا في قرية أو في ولاية، وكان هناك مسجد للطلبة، وهذا المسجد كل الجنسيات المختلفة تتناوب على القيام على المسجد. مرة الجالية الباكستانية، مرة البنغالية، مرة الفلسطينية، مرة المصرية، مرة العمانية، مرة الشامية، كل مرة مجموعة، كل واحد يكون عنده دور لخدمة المسجد. وقولوا عندما أمسك جماعة عمانيين المسجد هذا كان في قمة من التنظيم والأخلاق. يقول: تمنيناهم لو أعطيناهم المسجد في طول الفترة. القريب والبعيد يشهد بأخلاق العمانيين. والأخلاق هذه موجودة. لماذا هي موجودة؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قلدنا وسام الشرف. ونقول لشبابنا: هذا الوسام لا ينبغي أن يرمى، هذا الوسام لا ينبغي أن يلطخ، هذا الوسام لا ينبغي أن يهمل. هذا الوسام ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، في أهل عمان، عندما جاءه الصحابي بعد أن راح إلى أناس فضربوه وسبوه وشتموه، فقال: لو أنك أتيت أهل عمان ما سبوك ولا ضربوك. لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، ألبسنا ذلك الوسام. فلماذا مع الغزو الثقافي شبابنا يترك ذلك الوسام؟ لا ينبغي. شبابنا، نقول لشبابنا: لا بد أن نحترم الكبير، نحترم ونوقر الكبير مهما كان، لأن هذه أخلاق العمانيين. ينبغي أن نحترم الضعيف ونساعد الضعيف، لأن هذه أخلاق العمانيين. من زمان كنا نتربى في السبل، أسبل. اليوم السبل راحت، ماشي سبل اليوم، ولكن المسجد موجود. نقول لشبابنا: افتخروا بالثقافة العمانية، افتخروا بالأخلاق العمانية، افتخروا بالقيم العمانية، لأنها نابعة من الإسلام الصحيح من ذلك الزمن إلى هذا الزمن. فلا بد أن نستمر، فلا نجعل الغزو الثقافي مجالا بأن نترك هذه القيم وهذه الأخلاق. نواصل ذلك المشوار. ما وجدت أي وافد يأتي إلى عمان، سواء كان عربي أو كان أجنبي أو كان غير ذلك أو أعجمي، ذكر أهل عمان بالسوء أبدا. كلهم يذكر أهل عمان بالخير. إحدى الشركات النفطية عندها نظام، موظفوها يدور حول العالم، لأن هذه شركة عالمية عندها فروع في جميع العالم. بلسان حالهم يقولوا: أحسن مكان عمان، أحسن مكان عمان، شعب العماني أخلاق ما بعده أخلاق. اليوم كنت مع أحد الوزراء، يقول: جاءنا ضيف من أمريكا، جاء من أجل أن يساهم في إحدى المشاريع، يقول: فنظمنا له رحلة إلى جبل الأخضر. يقول واحد ذاهبون اتصل بزوجته، يقول: الجماعة يأخذون الآن إلى مكان خالي، مكان فاضي فوق الجبل. لما وصل إلى هناك في الليل اتصل بها مرة أخرى، يقول: صدقي الحين أنا نايم
في العرى في المكان المكشوف. أستظل يقول الآن أستظل بالنجوم، النجوم السماء بنجومها، والمكان هادي، المكان آمن، والمكان جميل. زوجة تقول هذا مستحيل، ما في مكان في العالم تستطيع تفعل ذلك. قال وجدت في عمان الأمان، الأمن، الطمأنينة، النظافة، النقاء، الصفاء، الطيب، الكرم، الإحسان، الابتسامة، التواضع، هذه كلها من صفاتها العمان. فلماذا نتنازل عنها؟ فلنثبت عليها بثباتنا، بقيمنا وأخلاقنا، بمشيئة الله هذه الأمة تتقدم كما تقدمت سابقا.